السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. مقطع جديد، يوم جديد، وحنتكلم مثل ما وعدتكم على لعبة الباتل فيلد موبايل. طبعا قبل ما نبلش بهذا المقطع، لو مو مشتركين بالقناة أهلا وسهلا فيكم، يا ريت تشتركوا بالقناة وتضغطوا على اللايك والشير. وكمان رح أحط لكم في الوصف في الديسكريبشن رابط لسيرفر الديسكورد تبعيت المجتمع العربي تبعيتنا، أو الجلوبال جيمينج كوميونتي. طبعا بهذا السيرفر في الديسكورد موجود موظفين من اي اي، مطورين من دايس، وفيه جيم تشينجرز، وفيه دايس فريند وفي اي بيز، وهذا كله ان شاء الله عم نحضر لفعاليات باتل فيلد 2042. منبلش معاكم عن باتل فيلد موبايل. طبعا باتل فيلد موبايل حاليا حتنزل بخريف 2021 هاي السنة، وحتنزل بس بمنطقتين يلي هن الفلبين واندونيسيا عشان في لاعبين يجربوها. طبعا حتكون مبدئيا على اجهزة الاندرويد السيستم 7.0، وطبعا مع الوقت حتتوسع وحيضموا مناطق تانية، وبيخبرونا على المواقع التواصل الاجتماعي او الانسر اتش كيو امتى حتكون اللعبة متوفرة بالمنطقة عنا حتى نقدر نسوي ريجستريشن او بري ريجستريشن. طبعا اللعبة هي حتكون لعبة مستقلة للموبايل، ما حتكون لها علاقة بألعاب الباتل فيلد اللي هي على البي سي، بلاي ستيشن والاكس بوكس، وحتكون اللعبة ما فيها لا كروس بلاي ولا كروس بروغريس. طيب كيف العالم تقدر تنزل اللعبة وتساوي الاختبارات او تلعب وتجرب اللعبة؟ حسب ما عم تقول اي اي انه لما اللعبة تكون متوفرة بالريجن او المنطقة عندك حيطلع اشعار في الجوجل بلاي، او انت بتقدر تحصلها بالجوجل بلاي. ولما تحصلها بالجوجل بلاي طبعا في عدد لاعبين محددين بيقدروا يلعبوا هاي اللعبة، بقى عشان هيك بتقدر تساوي بري ريجستريشن. ولو انت كنت من السباقين طبعا بتقدر تنزل وتحمل اللعبة وتجربها. يعني الزبدة انه لو انت سجلت مش اكيد انك تكون لاعب من اللاعبين اللي حيجربوا اللعبة، مثل ما قلنا لانه حيكون في عدد لاعبين محدد ليجربوا اللعبة. ولعبة باتل فيلد موبايل طبعا حتكون اللعبة مجانية، ما حتدفع عليها فلوس، بس انه فيها كوزماتيكس، بدك سكنات، بدك اشياء داخل اللعبة، هدلون اللي حيكونوا بفلوس طبعا. واللعبة لازم تكون دائما متصل بالانترنت. ومثل ما قلنا لكم الاجهزة اللي حتدعم اللعبة حاليا للتيست حتكون بس اجهزة الاندرويد يلي هي 7.0 او احدث. طبعا اي اي شغالين على انهم يجيبوا اجهزة جديدة واصدارات جديدة، وممكن انها تنزل على الاي او اس اللي هي الابل. والاصدار هذا اللي حيجربوه اللاعبين هذا مش الاصدار الفاينل النهائي للعبة، هذا بس عشان التست. طيب شو يلي حيكون موجود بلعبة باتل فيلد موبايل؟ طبعا المطورين هلا هنين شغالين على اللعبة، ومبدئيا اللعبة حتنزل بخريطة واحدة اللي هي خريطة جراند بازار، طبعا الكل بيعرفها من باتل فيلد 3. وحتكون المود الرئيسي او المود الموجود باللعبة المود الكلاسيكي المعروف للباتل فيلد اللي هو كونكويست. وطبعا هن لانه عم يركزوا على انه تكون اللعبة نفس لعبة باتل فيلد، نفس الاكسبيرينس تكون يلي انت بتلعبها على العاب الباتل فيلد والتدمير والدستركشن تكون موجودة بلعبة الموبايل. وحيكون في اشياء او خرائط جديدة واطوار جديدة حتنزل قريبا بعد ما يتم اطلاق اللعبة. وبهذا السؤال عم يقولوا انه هو نفسه فريق باتل فيلد يلي بيساوي العاب البي سي والكونسول هو اللي عم يشتغل على اللعبة. هلا طبعا حسب ما صرحوا انه اللعبة عم يتم تطويرها عن طريق استوديو تاني يلي هو اندستريال تويز يلي هو بقيادة شخص اسمه أليكس، احد مؤسسي شركة بانجي، وهو يلي بلش بلعبة هالو. طبعا هنن هدلون الاندستريال تويز عندهم خبرة كبيرة بألعاب الموبايل، وعشان هيك هلا هنن شغالين على لعبة باتل فيلد موبايل ومع التعاون مع استوديوهات دايس وموظفين دايس اكيد. وهي اللعبة لو انت قدرت او فتت ولعبت تيست هاد تبعية الباتل فيلد موبايل، بس يخلص التيست طبعا كل شيء انت سيفته، كل البروسس تبعيتك، كل السكنات، كل شيء انت الرانكات، هذا كله حيروح وترجع من الزيرو لانه ما حيكون في شيء ادفانسد او سيف. واخر شيء اي اي بتقول انه هم مش متاكدين بعد من تاريخ اطلاق هي اللعبه او التست،
لانه في لعبه باتل فيلد 2042 كمان حتنزل، بهن ما اكدوا اي معلومات على تواريخ او اي شيء، بس انه هي بخريف 2021 حتنزل التيست بالفلبين وباندونيسيا على اجهزه الاندرويد، بس انه من ستور الاندرويد الجوجل بلاي حتكون متوفره هي اللعبه. وطبعا كمان قالوا انه حاليا ما في اي نسخات او اي اكسس لشركات البريس او شركات الميديا حتى يقدروا يلعبوا هاي اللعبة كمان قبل بوقت. وطبعا بالوصف كمان رح احط لكم الرابط تبعيت هالمعلومات كلها من موقع الرسمي تبع اي اي، بتقدروا تضغطوا عليه وتشوفوا وتقروا اللي موجود بهذا الموقع. وكالعادة يا شباب لو عندكم اي اسئلة اي استفسارات اي شيء بيتعلق في باتل فيلد موبايل او باتل فيلد او العاب اي اي دايس، بتقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات او بتقدروا تبعتوا لي على السوشيال ميديا او عن طريق الديسكورد. طبعا نحن هلا يعني الحمد لله الديسكورد تبعيتنا عم يكبر، اهلا وسهلا فيكم. مثل ما قلت لكم هو بالوصف والرابط تقدروا تدخلوا على الديسكورد، فيه مطورين من دايس وفيه من اي اي وفي عالم جيم تشينجرز ودايس فريندز وفي في اي بيز. يعني باتل فيلد 2042 حتكون نار وفعالياتنا حتكون نار ان شاء الله، بتمنى انه الجميع يشارك بالفعاليات، واكيد حيكون في هدايا واشياء مقدمة من اي اي ومن شركات تانية ان شاء الله. منكون هيك وصلنا لنهاية المقطع، لو عجبكم المقطع حطوا لنا لايك، لو ما عجبكم ديسلايك، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات، وبترككم تكملوا الجيم بلاي لو حابين. اهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Keep your eyes over there.